ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. بهذه البداية أحببنا أن نبدأ هذا اللقاء أحبائنا الأكارم حول اليوم العالمي للقلب، لأن القلب الذي هو مضغة في جسدنا يعاني الكثير في زماننا المعاصر، ما بين التدخين، ما بين الكحول، ما بين الإدمان، ما بين التغذية الفاسدة، القلب يفسد وتفسد بفساده أعضاؤنا البشرية. حديثنا اليوم على اليوم العالمي للقلب وأهمية الاهتمام بهذا العضو البشري، ويشرفنا بالحضور هنا أستاذ كريم ومختص في هذا الجانب ورئيس لقسم القلب والأعصاب. نرحب هنا بضيفنا الكريم البروفيسور دكتور أسد أكنجي، وهو رئيس قسم جراحة القلب والأعصاب في مستشفى أوراسيا. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم، شكرا، أهلا بكم على الدوام، ويسعدنا أن تكونوا ضيفا دائمين علينا أستاذنا الكريم. اسمح لنا بداية أن نطلع مشاهدينا الأكارم على هذه الزاوية الصحية فيما يتصل بالقلب في اليوم العالمي للقلب. يحتفل العالم في 29 من أيلول سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، وهي مناسبة لإلقاء الضوء على أهمية هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان. يعد التدخين على سبيل المثال أحد أبرز العوامل المتسببة في أمراض القلب، إذ أن الإدمان عليه لمدة طويلة قد يسبب أمراضا في نظام الدورة الدموية ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان في كل أعضاء الجسم، كما أنه لوحظ تراجع في احتمال الإصابة بالسكتة القلبية عند المقلعين عن التدخين. تعد الأطعمة الدهنية والأغذية الحيوانية والوزن الزائد من مسببات أمراض القلب، ولذلك يجب الحرص على تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والدسمة. العيش تحت الضغط النفسي يشكل أرضية خصبة للإصابة بأمراض القلب، ولذلك يجب الابتعاد عن القلق والتوتر للحفاظ على صحة وحيوية القلب. ومن أحسن الطرق التي ينصح بها الأطباء من أجل التخلص من ضغط الحياة المعيشية هو ممارسة التمرينات الرياضية بشكل متوازن ودوري. نعود للترحيب بالبروفيسور دكتور أسد أكنجي، رئيس قسم جراحة القلب والأعصاب في مستشفى أوراسيا. أهلا وسهلا بك. نحن في اليوم العالمي للقلب نسلط الضوء على هذا العضو الحيوي من أعضاء جسم الإنسان. دعنا نبدأ من هنا حضرة البروفيسور. نعم، بكل سرور. اليوم العالمي للقلب هو يوم حدده اتحاد أطباء القلب في العالم لتوعية الرأي العام العالمي حول أمراض القلب وخطوراته، وحتى أيضا أن نأخذ تغذية من هذا. نحن كمحترفين أو كأطباء ربما أو كرجال علم نعرف الكثير طبعا، ولكن أيضا المجتمع هنا ربما ليس ربما مدركا لكل أبعاد المشكلة، أو ربما نريد نحن أن نزيد هذا الإدراك، نعمقه، نطوره أكثر. وقالوا لنحدد يوما في السنة فيكون هو اليوم العالمي للقلب، وبالتالي كل الأنشطة التي ستقام في هذا اليوم ستحاول أن تعمق هذا الإدراك والوعي والفهم لهذه المشاكل. وأعتقد هناك مشاركة من أكثر من 200 دولة للاتحاد العالمي لمرض القلب أو لأطباء القلب. وفي البدايات كما أعتقد كان البداية في عام 2000 ربما احتفل في هذا اليوم، ثم بعد ذلك حدد اليوم الاثنين الأخير في كل شهر 9، ثم بعد ذلك حدد 29 من أيلول. حضرة البروفيسور، يعني القلب اليوم نحن نفتح هذه المساحة أمام المشاهدين الكرام ليتابعونا ولنذكرهم أيضا بأهمية الاهتمام بالقلب الذي هو ليس فقط مصدر الحب والكره، وإنما هو أيضا مصدر سلامة الأجسام. اليوم هناك آفة التدخين، المخدرات، الخمور التي تفتك بالقلب، هناك العديد من المخاطر التي تهدد سلامة وصحة القلب داخل جسم الإنسان. أستاذ الكريم، كيف تنظرون إليها في هذا اليوم؟ نعم، في الواقع من أمراض القلب هناك في كل عام ما يقارب 18 مليون إنسان سنويا يموتون في عمر مبكر،
لنقل أن هناك عمر متوسط للحامل، لأن طبعا كل إنسان لديه عمر مفترض وقدر عندما ينتهي يموت، ولكن نتحدث عن متوسط عمر الإنسان للذكور والإناث. هناك كل عام 18 مليون إنسان يتوفى قبل هذا المتوسط العمر بسبب أمراض القلب، وربما هنا أيضا بأرقام الاتحاد العالمي لمرضى القلب ربما هناك 80% على الأقل يمكن منعها أو تأجيلها. مثلا نتكلم عن شيء منتشر جدا في عالمنا، التدخين مثلا، التبغ ومشتقاته واستهلاكها، وربما أيضا مخدرات ربما ولو وإن كانت أقل انتشارا أو شيوعا بنفس الطريقة، أيضا الحياة غير الصحية، الأغذية غير الصحية غير المتوازنة، التغذية السيئة، الظروف غير الصحية من ضغط نفسي وغيرها، كلها هذه أسباب يمكن منعها أو يمكن معالجتها، وعندما نمنعها ونحظرها فإننا نحصل على أرقام أفضل بكثير من هذه الأرقام التي بين يدينا. وبالتالي هناك الكثير من الأنشطة والأبحاث والدراسات تنظم في هذا اليوم. هنا حضرت البروفيسور، يعني عندما نستعرض واقع الإحصائيات والدراسات والأرقام الموجودة بين أيدينا حول أمراض القلب وغيرها، كثير من الناس ينسى أن الضغط النفسي يؤثر على سلامة القلب. يعني قضايا الجلطة التي تصيب الإنسان نتيجة الضغط النفسي، نتيجة التفكير الحاد في قضايا معينة، ونحن نعيش في بيئة أزمات يعني على مستوى العالم العربي والإسلامي برمته حقيقة، هذا يؤدي إلى الضغط الشديد، التوتر الشديد، هذا يؤذي عضلة القلب بشكل مباشر، ليس كذلك؟ نعم، الحقيقة أن أمراض القلب طبعا هناك أنواع وأصناف لهذه الأمراض كما تعرفون. الآن أكثر ما نواجهه من هذه الأمراض هو تصلب الشرايين، أثيروسكليروزيز، وأمراض القلب المتعلقة بالأوعية الدموية بالشرايين والتي تسبب في النهاية الأزمة القلبية وأزمة الصدرية مثلا. هذه الأنواع من المرض القلب هي أكثر ما نواجهه الحقيقة كأطباء قلب. والآن الحقيقة حوالي 60% أو 70% من مرضى من أمراض القلب هي من هذا النوع، نحن كأخصائيين نواجهها. بعد ذلك هناك أيضا بعض الأمراض القلب الروماتيزمية التي لها علاقة بالروماتيزم وغيرها. بعد ذلك أيضا الأمراض الخلقية التي لها علاقة بالتشوهات منذ الخلق. وبالتالي طبعا هذه الأمراض التي نراها أكثر شيء هي تصلب الشرايين أو مرض أمراض الأوعية الدموية. بالتالي هناك تحديد هنا لعوامل الخطورة التي تزيد الخطورة. هناك حوالي 60% أو 70% منها أمراض أو عوامل جينية، هناك في جينات المريض هذا أو ذاك عوامل تحدد أنه سيخرج أو سيكون هناك مرض معين، ولكن الظروف البيئية التي لها علاقة بالتدخين أو بالتغذية أو غيرها هي تسبب تبكير هذا المرض في عمر الإنسان. إذا كان هناك مثلا ضغط نفسي، أسلوب الحياة يكون مضغوطا جدا، أو كان هناك مثلا تغذية غير مستقرة، تغذية غير متزنة، فإنها أيضا، أو إذا كان هناك سمنة، وتحديدا مرض السكري وغيرها، الحقيقة هذا يؤدي لأن يخرج المرض في عمر مبكر. الرياضة أنا أشكرك جدا على هذه المعلومات حضرة البروفيسور، ولكن هل الرياضة تقلل من هذه المخاطر فعليا؟ يعني هناك كثير من الناس يبتعد عن عملية الرياضة، لا يعني يعتمد على السيارة بشكل مستمر، حتى عادة المشي لا يتقنها، بالتالي يبتعد عن الرياضة اليومية، يبتعد عن المشي، يبتعد عن الحركة، بالتالي عضلة القلب تضمر وتضعف في هذا الاتجاه. نعم، أنتم حقون في هذا السؤال. في الحقيقة أن الإنسان حتى ما قبل 100 عام من الآن لم يكن يحتاج الكثير من الرياضة، لأنه كان يحتاج وكان مضطرا أن يتحرك وأن يبذل جهدا جسديا حتى يعيش، حتى يستمر في الحياة. وهذا في الطريقة بطريقة أو بأخرى كان يستهلك الطاقة من جسده، ولكن خلال السنة 100 سنة الأخيرة أصبح الإنسان طريقة حياته أسلوب حياته أقل حركة، العمل على المقاعد على المكاتب، الحياة المكتبية، المواصلات وما شابه، كل هذه التطورات أدت به لحياة أكثر قعودا إنجاز التعبير. وبالتالي هناك عامل مهم جدا من أجل صحة القلب وهو التمرين أو التدريب أو الرياضة، هذا خرج من
المعادلة، وبالتالي هنا يجب علينا أن نعوضه ويجب علينا أن نكمل هذا النقص أو هذه الفجوة حتى نقلل من المخاطر هنا على قلبنا. وبالتالي هنا التمرين أو الرياضة المنتظمة مهم جدا، تؤدي أيضا إلى جانب السيطرة على السكر مثلا، والأغذية السليمة أيضا تمنع وتؤخر كثيرا مخاطر أمراض القلب والشرايين. أعذرني جدا حضرة البروفيسور، ولكن يعني أود الاستفادة من وجود حضراتكم معنا كرئيس لقسم يعني حساس جدا وهو القلب والأعصاب في يعني مستشفى أوراسيا. أطرح عليك هذا السؤال، اليوم واقع طب القلب الخاص في تركيا شهد قفزات نوعية، هناك سلسلة من الأرقام القياسية سجلت في تركيا، تقدم على مستوى الكادر التدريبي، تقدم على مستوى الكادر الأكاديمي والعامل أصلا في المستشفيات التخصصية، الجراحين المختصين في هذا الجانب، وأيضا التقنية والتكنولوجيا وصلت إلى تركيا بصورة كبيرة جدا في مجال جراحة القلب وجراحة الأعصاب المترابطة. نعم، في تركيا منذ 20 أو 30 عاما هناك تطورات مهمة جدا ملحوظة. نحن عندما نتكلم عن المعايير الدولية المختصة في عمليات وعلاجات وأساليب علاج وتداوي أمراض القلب الحقيقة، فإذا نظرنا إلى الوحدات المتقدمة في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما يستخدمونه موجود لدينا من كادر بشري، من أجهزة، من أساليب. أكثر من ذلك الحقيقة بالنسبة لنا لدراساتنا وأبحاثنا الكلينيكية والعلمية البحثية المختلفة، فإن زملائنا الحقيقة لدينا مساهمات كبيرة جدا في هذا الإطار. فإذا نظرنا إلى المؤشرات هنا وإلى الأبحاث النشريات وغيرها، فهذا بشكل واضح يظهر هنا مشاركات ومساهمات الأطباء الأتراك والمستشفيات والجامعات التركية. مثلا في عام أو حتى ثمانينات القرن الماضي، فإن لم تكن عمليات القلب المفتوح تقام في تركيا حتى، ولكن لأنك الآن نتكلم مثلا عن مايو كلينيك أو هيوستن غيرها من المستشفيات الكبيرة على مستوى العالم، وربما أكثر نجاحا منها الآن لدينا كل العمليات التي تقام هناك تقام هنا وتنفذ بطريقة ناجحة جدا. نتكلم عن القسطرة في القلب أو تغيير صمامات القلب مثلا، والحقيقة بعدها فترة قصيرة جدا من بدء تنفيذها وتطبيقها في العالم بدأت هنا في تركيا. بقي أمامي دقيقتين وأعتذر منك مرة أخرى حضرة البروفيسور، ماذا تقول، بماذا توصي كرئيس لهذا القسم المميز في يوم القلب العالم، بماذا توصي السادة المشاهدين، ماذا تقول لهم للاهتمام بصحة وسلامة القلب؟ طبعا اولا يجب علينا ان نعرف هذه المخاطر، العوامل التي تزيد المخاطر الاصابه، ويجب علينا ان نقللها. مثلا اولا عدم التدخين، هناك فرق كبير جدا احصائيا بين المدخنين وغير المدخنين، حوالي 30 ضعفا تزداد نسبه خطوره اصابه بامراض القلب تحديدا تصلب الشرايين بين المدخن وغير المدخن. مثلا في السرطانات سرطان الرئه مثلا تزداد 50 ضعفا نسبه الخطوره مع حتى لو كان مالبورو او غيره، يعني كل انواع التدخين. نعم نعم، كل التبخ، كل أنواع التدخين، حتى إذا كنت موجودا في جو فيه تدخين كمدخن سلبي أيضا أنت تصاب بهذه الأمراض بالنسبة لها. أيضا هناك مثلا زيادة الوزن، السمنة، يجب علينا أن نمنع زيادة وزننا بطريقة أو بأخرى. ضمن هذه الإجراءات طبعا قبل أي شيء أن ينتبه للنظام التغذية، سوف نأكل أقل، وعندما نأكل سوف نأكل طعاما صحيا، أغذية صديقة للأوعية الدموية إنجاز التعبير، لنتكلم عن تقليل الزيوت الحيوانية مثلا في على سفرتنا يجب عليها أن تكون أقل، اللحوم الحيوانية أيضا لا يجب علينا، ربما يجب ممكن أن نأكل في بضع أيام الأسبوع لحوما حمراء ولكن ليس كل يوم، يجب علينا أن نركز أكثر على الخضروات على الفواكه مثلا. إضافة إلى ذلك طبعا الحركة، الرياضة. أنا دائما أقول لمرضاي أو أنصحهم، ربما حتى الآن مع فريقنا لدينا حوالي 20,000 عملية قلب مفتوح، تقريبا لكل مرضاي أوصيهم بالتالي عندما يخرجوا بعد العملية إلى بيوتهم، أقول لهم على الأقل 5 أيام في الأسبوع سيروا 5 كيلومترات على الأقل، أو فليعملوا معنا في البرنامج لأن الفريق يعمل بصورة كبيرة ويتحرك بصورة كبيرة بالتالي يحافظ على صحته وسلامته. نشكركم جدا حقيقة البروفيسور دكتور أسعد أكنجي، يعني شرفتنا بالحضور هنا رئيس قسم جراحة القلب والأعصاب في مستشفى أوراسيا، ونتمنى أن تكونوا ضيوفا دائمين
علينا وأحبانا الأكارم. بعد شكر ضيفنا الكريم نتوجه سويا إلى عالم الكاريكاتور واليوم العالمي للقلب.